طبعا احنا بننزل الازمه هذه بخطوره كبيره جدا لما سوف يترتب عليها على ابنائنا بصحتهم. طبعا اصبحوا اذا دخلت الازمه حيز التنفيذ سيكون حياه ابنائنا في خطر. طبعا ظاهره خطيره جدا، بنتامل وبنامل من الجميع انه يحلوا هالمشكله هذه باسرع وقت ممكن حتى لا نصل الى مرحله اللي هو الخطر اللي احنا بنحكي عنه. حتتعب هيك زياده، يعني لازم هي على المحلول، لما بنيجي هنا على المحلول والعلاجات يعني حتتعب بزيادة البنت، ما ينفعش هيك. لما هم قالوا بدهم يسكروا المعابر ويسكروا الأدوية هذه كلها، طبعا البنت تعبت، لما بتتعب لازم نيجي هنا على المستشفى يركبوا لها المحاليل والعلاجات هذه، لازم ضروري. صرتنا كأهالي مرضى انه الوضع الاقتصادي والوضع السياسي ما يأثرش على اطفالنا هذول، لانه اطفالنا يعتبروا اطفال مرضى وبحاجه لاخذ علاجهم بصوره كامله. ما له علاقة هذا إنه بالصراعات السياسية المتواجدة حاليا في الإقليم، يجب الأخذ بعين الاعتبار اللي هو الحالة الصحية للأطفال المرضى وتوفير العلاجات اللازمة، ومن أهمها توفر الكهرباء لاستمرارية عملية الغسيل الكلوي لأطفالنا. هم هدول مرضى، هدول مرضين العمر كله، يعني بدهم يتمم زي هيك، دو أطفال حرام عليهم يعني اللي بيعملوه فينا، حرام عليهم الكهرباء تنقطع عن المستشفيات، خاصة النصر، خاصة الرنتيسي، أهم إشي مستشفى الرنتيسي هذا اللي أطفالنا بيحتاجوه، ومستشفى النصر لجميع الأطفال خاصة في هالوضع هذا. إحنا يعني بنشكي للدول وللعالم كله، خاصة الكهرباء ما يقطعوهاش عنا.